مراحل صناعة الدواء لطلبة التدريب المهني والحرفي. تعتبر الدوة من الأدوات التراثية الشعبية التي تدل على الأصالة الكويتية، والدوة ما زالت تستعمل إلى يومنا هذا لما لها من استخدامات متنوعة داخل المنازل وخارجها، فيتدل على الماضي وعبق التراث المحلي. ويعتبر سوق الصفافير امتدادا لصناعة هذه الأداة التي ترسم ما سار عليه الآباء والأجداد في مجتمعنا الكويتي. وتتكون الدوة من صفيح حديدي، مقبضين، مقص حديدي، آلة لطي الصفيح، متر للقياس، مطرقة، آلة اللحين، آلة تحديد الزوايا، زوايا حديدية، وقوائم أربع. أولا نقوم بوضع نموذج قياسي لقطع الصفيحة ونحددها باستخدام المفك. وباستخدام المقص نقوم بقطع أجزاء المراد أخذها لعمل الدوة. وباستخدام آلة تحديد الزوايا نقوم بتحديد الزوايا الأربع من الصفيح الحديدي، ونستخدم المقص لقطع الزوايا الأربع التي تم تحديدها سابقا. وبآلة الطي نقوم بطي الجهات الأربع من الصفيح الحديدي. وبذلك نخرج بهذا الشكل المبدئي. وبالمطرقة يتم تعديل الزوايا التي تم طيها، وبعد ذلك نقوم بلحم أطراف الدوة الأربع. ونتأكد من القياس المعين باستخدام المتر، ومن ثم نقوم بقطع القوائم الحديدية باستخدام آلة القطع. ويتم تجذيب القطع الحديدية بنفس الآلة. وعند الانتهاء يتم تركيب الأطراف الحديدية التي تم قطعها سابقا بآلة اللحين. وبذلك ننتهي من صنع وإعداد الدوة.